اوكي سو راح نكمل هنا. بالنسبه للتو اوبشنز اللي موجودين، بالنسبه للاوبشن الاول انه هو كان جدا سهل، اصلا كان عندي الايكوفالنت بايمنت وكنت اقدر اني استخدمهم واحطهم. اما الثاني كان كنا محتاجين ان احنا نحسب اللي هو ان احنا نحسب اللي هو الكابيتال ريكفري، وبعد ما نحسبها نضيف عليه الانوال ايكوفالنت اللي هو اصلا معطيني اياها. طيب جمعناهم طبعا شفنا التو فاليوز اللي موجودين، طبعا كانت في فاليو اكبر من الفاليو الثانيه، لكن هل يدل ان هذه احسن من هذه او هذه هي الاحسن؟ ما نقدر نحن نقرر إلا نحن لما نشوف الهدف من البروجكت، لأن احنا في النهاية إيش راح نسوي بعدها؟ راح نحسب كم سعر اليونت الواحد اللي راح نشتري. سو بناء عليه الهدف من هذا البروجكت إن احنا نسوي كثير يونت، كثير برودكت، أو إن احنا محتاجين إن يكون الريكفري حقنا أسرع. فالهدف من البروجكت نفسه هو اللي يخليني اختار اذا كنت بختار الاوبشن الاول او الاوبشن الثاني. اوكي سو كذا نكون خلصنا كل شيء في توبيك 6. هذا اخر شيء من 6.2. راح نبدا الان اللي هو توبيك 7. توبيك 7 مينلي يتكلم عن الريت اوف ريتيرن. سو اوكي سو الان لما نجي الى الريت اوف ريتيرن، هذول الاشياء. اوكي سو هنا راح نتكلم عن ريت اوف ريتيرن. طيب احنا لما نقول rate of return اصلا تكلمنا عنه في البدايه، في بدايه اللي هو 6، وقلنا ان احنا محتاجين ان احنا راح ندفع investment معين، يعني راح ندفع i. اوكي ونبغى هذه الاي كلها ترجع لنا، قيمه الانفستمنت كلها ترجع في النهايه. اوكي سو لما احنا نحسب net present worth at the end المفروض انه يكون equal 0، هذا معناته rate of return باختصار شديد. الريت اوف ريتيرن في له اكثر من تيرمز ريليتد تو ذا ريت اوف ريتيرن. عندنا اللي هو اليلد. اليلد هو الريت اوف ريتيرن. اوكي سو اصلا الريت اوف ريتيرن هذه لها عده تيرمز، من اللي هو التيرمز اللي موجوده مثل ما قلنا اللي هو اليلد. اوكي وعندي اللي هو ترم ثاني اللي هو الانترنال ريت اوف ريتيرن. انترنال ريت اوف ريتيرن اي ار ار. طيب وعندنا المارجنال افشنسي اوف كابيتال، هذه كلها ترمز ريليتد تو ريت اوف ريتيرن. يعني اوكي المارجنال افشنسي اوف كابيتال، مارجنال افشنسي. اوكي سو هذه الترمز كلها ريليتد تو ذي rate of return. طيب لما نتكلم عن rate of return ممكن ان نعرفها بطريقتين. الطريقة الاولى ان احنا ممكن نقول انها عبارة عن الانترست اللي راح تجيني من unpaid balance of the loan. لان ايش؟ لو نفكر فيها اوكي ان انا عندي كان قيمة investment i. اوكي كانت عندي قيمة investment i، بعدها راح يكون عندي عدة payments. اوكي راح تغطي لي هذا احنا نبغاه كله يكون equal zero. So the unpaid loan. Okay. So هو الinterest earned on the unpaid loan. So هذا loan عندي. Okay. At the end المفروض انه يكون zero. So I انا عشان احسبه اللي هو القيمة في the present the initial cost. Okay. محتاجين ان احنا نحول the payment اللي موجود عندي A ونضربه بفاكتور معين بحيث انه يرجع لي قيمة الـ i. الفاكتور هو ان نبغى نحسب الـ present given a وعندي i وعندي n عشان احنا نطلع نفس قيمة الـ i، نفس قيمة اللون. دائما احنا نحاول احنا نحسب الـ i لان احنا نحسب الـ rate of return. سو احنا نبغى الـ rate of return بحيث اني لو طلعت النت present worth at the end راح تكون
equal 0 لاني انا راح اخذ هذا الطرف اوكي للجهه الثانيه بالنيجاتيف فبصير هذا اصلا equal هذا ففي النهايه النت بريزنت وورث راح تكون equal 0 فهو ايش الانترست على الانبيد بالانس الانبيد بالانس اللي هو هذا البيمنت اللي راح ندفعها هذه الاي هو اللون اوكي طيب نجي الحين للديفينيشن الثاني للريت اوف ريتيرن الريت اوف ريتيرن نفس الشيء ممكن ان احنا ناخذها اللي هو من البريك ايفن انترست ريت اوكي البريك ايفن انترست ريت احنا لو نذكر لما كان عندي الرسمه اللي كانت كان عندي هذه الرسمه حقت ال إذا تذكرون كانت 5 تقريبا أوكي أو 4 نسيت المهم إنه كان عندي value أوكي of i قيمة ال i هنا اللي تخلي لي النت present worth equal 0 هذا يسميها break even interest rate So, أن إحنا نحاول أن إحنا نخلي الـ inflow equal الـ outflow لأن أصلا عندي اللي هو الـ initial cost أوكي وعندي payment راح ترجع لي أوكي So, هذه الـ payment أو اللي نسميها الـ inflow والـ outflow لازم أنهم يكونون equal to each other So, we are trying to make them equal. So, at the end, the net present worth is equal to zero. Well, rate of return هو nothing but اللي هو break-even interest rate. طيب, definition الثاني يتكلم أكثر عن الـ IRR أو الـ internal rate of return. So, هو عبارة عن الـ rate اللي ممكن we charge it on the unrecovered project of the investment. Again, the same thing. Again the same thing. بس إيش ال definition الأول كنا إحنا نحاول we make them equal. We make اللي هو ال investment قيمة ال investment I equal لقيمة ال payment اللي يصير لي annually. Okay. لكن هنا okay إن إحنا قاعدين نحاول إن إحنا نخلي قيمة ال إن إحنا لما نأخذ ال I مع هذه ال payments لما نشيلها من هذه البيمنتس اللي احنا نحسبها انها تكون equal to zero فهنا يقول لي ان when the project ends the unrecovered project balance will be zero so لما نحسبها كامل راح يكون equal to zero so هذه فكرة اللي هو الديفينيشنز لما نتكلم عن الـ rate of return والinternal rate of return mainly مثل ما قلنا ان الـ internal rate of return هي term of the rate of return يعني في النهاية إنه راح يرجع لي قيمة الـ initial cost كاملة لكن internal rate of return إن الـ investment كان داخل الشركة نفسها داخل الـ company أو الـ organization أو الـ firm مثل ما أنتم ودكم تسمونها إنه راح يكون داخلها so it invests on itself بحيث إن الـ payment والـ assets اللي هي دفعتها الـ cost كلها لل company نفسها so the outflow وال inflow كلهم من ال company من وإلى ال company okay طيب بالنسبة لهذه الرسمة اللي إحنا نحسب فيها ال interest rate of return بناء على اللي هو ال present worth اللي الحين مثل هذه اللي رسمناها هذه كانت رسمة بسيطة وكانت واضح عندي وين ال break even interest rate لكن في أحيان الـ break-even interest rate يكون أكثر من واحد وتكون الرسمة جداً معقدة فمثلاً ممكن تكون الرسمة بهذا الشكل اللي هو لما تكون polynomial أصلاً الـ equation الـ order حقها مش وان أوكي؟ طيب احنا كيف ممكن نعرف الاوردر لهذه الايكويشن هو لما يعطيني الكاش فلو اوكي يعطيني قيم الكاش فلوز واشوف التشينج ان ذا ساين سو بعضهم يكون بوزيتيف بعضهم يكون نيجاتيف سو التشينج اوف ذا ساين will tell me about the order of
the function اللي تطلع لي الـ i. Okay, the change of signs راح يعطيني indicates how many i's ممكن تكون موجودة. طيب بالنسبة لأي project, okay, في الدنيا البروجكت إما إنه يكون investment, يعني تكون الشركة نفسها عندها أصلاً الأسيتس كافية بحيث إنها تدفع لهذا البروجكت, أو إن الانيشال كوست يكون من الأسيتس اللي موجودة عندها already, فنسميه investment. بعض الأحيان لا, الشركة ما يكون عندها الأماونت الكامل اللي ممكن انها تدفع في البروجكت, فتحتاج انها تاخذ هذا الكوست, هذا يعني الكوست اللي راح تدفعه من مثلا بنك, او تاخذه من شركه ثانيه, او whatever, فسميه borrowing in project. Both the borrowing والinvestment لهم two types, اللي هو simple والnon-simple. Simple معناتها يعني من اسمه simple, يعني ال i هي واحدة directly والfunction راح تكون first order. Non-simple لا, the change of the sign راح يكون أكثر من مرة, multiple. طيب متى أقدر أقول إن هذا ال project investment, ومتى أقدر إني أقول إن هذا borrowing؟ ال investment يبدأ لي بنيجاتيف, لأن الشركة نفسها هي راح تدفع الفلوس من عندها اللي موجودة عندها أصلاً. البوروينج يبدأ أول كوست أو أول كاش فلو بوزيتيف. بوزيتيف معناتها هي أخذتها أصلاً من البنك, سو هي أخذتها أول شيء, يعني صار عندها, بعدها راح تدفع وبعدها راح يصير في payment. أوكي, سو بناء على تغيير, مثل ما قلنا تغيير الإشارات, ممكن أن احنا يكون عندنا idea about اللي هو الـ i. فعندي two way to know or to predict the i's. The first one, okay, اللي هو by the change of signs, أو نسميها rule of signs, بحيث أن التغيير هذا راح predict the maximum i. Okay, the maximum i's اللي ممكن تطلع لي, the interest rate. Second way هو ان احنا نحسب الـ accumulated cash flow sign test. اوكي, سو يعني ايش اللي مثلا ان احنا لما يصير عندي, خلينا نشوف, نحط مثلا table الـ cash flow. اوكي, سو هذا cash flow. او ماي جاش, cash flow. Oh my god. Okay. طيب وهنا بعدها راح نحسب حق الفاليو الثانية, بس خلينا نشوف هنا مثلا كان عندي ناخذ الاكزامبل اللي موجود اصلا. قبل minus 100 minus 200 200 بعدها 200. اوكي, سو اللي موجود عندي هنا لما بجي اشوف ال change of the sign, so from minus 100 to minus 200 ما كان في اي change. خليني امسح هذه الاشياء. اوكي, سو ما كان في change من الماينس 100 الى minus 200, لكن من minus 100 minus 200 الى 200 كانت هنا نيجاتيف وصارت بوزيتيف, سو صار عندي 1 change of the sign. سو اذا كنا راح ناخذ ال rule of signs, راح نقول ان ال i ممكن تكون 0 or 1. بعدها راح نحسب اللي هو accumulated, اللي هو نقدر نحن نقول إنها الـ SN. الـ SN هو إن إحنا ناخذ الـ summation of them. So near 0 towards minus 100. بعدها second year راح يكون minus 300, لأنه we add both of them to each other. بعدها راح يصير minus 100,
and then we add 200, it is positive, but it will be 100. So the change of the sign. Now, إذا رحنا من minus إلى minus ما تغيرت من minus إلى minus ما تغيرت هذا accumulated بعدها تغيرت one time. لما تتغير one time, so الإشارة كانت هنا negative وهنا بعدها صارت positive. لما تتغير فقط مرة واحدة اللي نقدر نفهمه من هذا الشيء أن في عندها one positive i. الi حقتها one وال value حقتها positive. So هذه اللي هو بالنسبة لنا احنا how to predict it. Okay, so نشوف ال cash flow. So الرول هنا في ال accumulated هو ان احنا نستفيد من ال accumulated متى او متى نقول ان ال accumulated change of the sign way او method هو ناجحة لما يكون عندي only one change. Only one change of the sign. Okay, طيب. So لما يكون في change واحد فقط بالsign حقت ال راح نقول إن ال accumulated هي طريقة ناجحة. طيب خلينا نشوف الآن راح نروح إلى 7.3. So we finish 7.1 7.2. الآن راح نروح إلى 7.3 اللي هو كيف بالضبط نسوي calculations ل rate of return. So راح نتكلم عن rate of return itself وبعدها راح نروح لل internal rate of return. At the end, مثل ما قلنا, the internal rate of return is a term of rate of return. So هم نفس الشيء لكن the internal the special case لما تكون في the company itself. لما the company invest in itself rather than investing in somewhere else. Okay, so the methods اللي عندنا اللي هو direct solution method. Direct نستخدمها لما يكون جدا سهل ان احنا نطلع rate of return. يعني احنا بس محتاجين نسوي الايكويشن ما فيها عدة متغيرات, ممكن المتغير واحد فقط اللي هو اللي احنا راح نجيبه الاي, ممكن احنا نسوي substitution, ممكن direct من الايكويشن احنا نطلع. طيب الطريقة الثانية اللي هو trial and error method هو ان احنا by guess, so we guess every time ايش الفاليو حقت الاي ونشوف اذا الفاليو اكبر اصغر ونبدأ نغير الجس حق. وآخر شيء اللي هو number three الإكسل. So I think إن الإكسل هو اللي راح نستخدمها أكثر شيء حتى لما يكون في الاختبار لأنها هي طريقة very simple وراح تعطيني الأكيوريت سولوشن ودايركتلي راح نطبقها. أما باقي الأشياء تحتاج وقت جدا طويل وبما أن الاختبار راح يكون أونلاين فأكيد إن فكرة إن إحنا راح نسوي أكيد أكيد الشيء اللي راح نستبعده اللي هو trial and error لأن it will take long time. لكن إن directly لو كان المطلوب فقط إن إحنا نحسب the internal rate of return or rate of return, so I think Excel will give us faster results which will save the time. Okay. طيب نجي الآن نتكلم عن the direct solution method. So في the direct solution method هنا كان عندي example the two options of our two projects موجودين. ومعطيني الـ two projects اللي موجودين. فأول شيء في بداية نحن نستخدم الطرق أو الـ methods اللي احنا تكلمنا عنها في 7.2 اللي هي كانت اللي هو rule of signs. في الـ payments كم مرة تغير السين. طبعاً الزيروز أكيد ما لهم سين معين فولا كأن احنا نشوفهم إذا كانوا موجودين. فمن minus 2000 رحنا إلى 3500. So the change can one time only, so one sign change. The second project can اللي هو one time again. So لما يكون one time يكون جدا أسهل. يعني هو اللي نستخدم فيه direct solution method لأن إحنا عارفين إن في عندي one i or zero. Okay. فهنا اللي نستخدم فيه direct solution لأنه راح يطلع لي الجواب يعني it is only one راح يطلع لي. So the first one كان عندي the present value لما نشوف هنا كان عندي the present value وال future value. So تعريف rate of return مثل ما أخذنا definition 2 or definition 3 اللي هو كان to equate the outflow وال inflow.
Deficient 3 كان الـ interest اللي will be charged on the unpaid اللي هو راح يكون هنا at the end الـ unpaid كيف إنه راح تصير الـ value of minus 2000. So هنا لما نكتب القانون so الـ future worth لما نحول هذه يعني نحول يعني احنا نحسب الـ future worth or الـ present worth يعني احنا ناخذ الـ minus 2000 نحولها إلى future ونحن ناخذ الـ future ونحولها إلى present نحن ناخذ present worth. طبعا مش مهم احنا في النهايه نبغاهم equal zero. So هنا كان عندي الـ future worth حولنا الـ minus 2000 الى future وعندي الـ 3500 اصلا في الـ future. محتاجين الـ i اللي راح تخلي الـ minus 2000 او اللي راح تخلي هذه الـ present investment equal الـ value او الـ return اللي راح تطلع راح ترجع لي في الـ future عشان نسميه rate of return بحيث ان كل الـ cost كل الـ initial cost اللي احنا دفعناه رجع لي at the end مرة ثانية. فالـ equation كان جدا سهلة كان فيها متغير واحد وكانت معادلة جدا بسيطة وحليتها. الـ option الثاني اللي كان موجود لما حسبناه اللي كان موجود اوكي انه كان عندي اكثر من value اوكي وكنا بنطلع الـ present worth مثل ما قلنا present worth future worth no matter at the end احنا نبغى الـ value تكون equal zero. So عندي الـ present value اللي هو الـ minus 2000 لو نرجع للـ table اللي موجود للـ project 2 كان عندي الـ minus 2000 عندي 1300 و 1500. So راح نسوي لهم discounting بحيث انهم يرجعون الى الـ present. طيب لما نحطهم بهذه الطريقة ممكن ان احنا نسوي substitution بان نقول ان الx هي عبارة عن 1 plus i to the power of minus 1 فهذا راح تصير x وهذه راح تكون x to the power of 2 فتكون معادلة جدا بسيطة ونقدر نحلها بسهولة. اوكي سو هذه اللي هو كانت طريقة اللي هو direct solution. عندنا الان اللي هو الميثود الثانية اللي هو كانت trial and error. Trial and error مثل ما قلنا نحن راح نسوي initial guess ايش الفاليو حقت الاي اللي احنا نتوقعها whatever الفاليو تحطين اي فاليو بعدها راح نشوف الـ present worth. الـ present worth هل هو اللي راح يطلع لي اكبر من زيرو or اقل من زيرو. اذا كان اكبر من زيرو معناتها في extra value ما اخذها هذا الـ interest rate فاحنا محتاجين ان احنا نرفع الـ interest rate عشان انه يعطيني present worth equal zero. اذا كانت اقل من zero معناتها انه كانت الكمية جدا عالية لدرجة اعطتني negative value at the end فمحتاجين ان احنا نقلل قيمة الـ i او الـ interest rate. طيب فهنا عندي example طبعا هذه مش مهمة المهم الـ net cash flows اللي موجود عندي. فwe will make initial guess we will calculate the present worth. The present worth positive so what do we need to do is to rise the value of i يعني نخلي ال i أكبر. طبعا ممكن احنا نستخدمها في Excel file بان احنا نحط هذه الفانكشن يعني ان احنا نحط one column extra here. Okay. هنا الكولوم راح يكون احنا راح نحط الريت الجس اللي عندنا اياه واليرز اللي هو راح تكون راح يكون هذه الكولوم اللي موجود وعندي هنا بلانك ما راح نحط شيء هنا والفيوتشر فاليو اللي هي طلعت لي هنا الفيوتشر فاليو which is اصلا الكاش فلو اوكي وبعدها راح نحط زيرو ان احنا we want it to be equal to zero. إذا كان الكاش فلو الفيوتشر فاليو نيجاتيف لازم احنا نضربه بنيجاتيف لأن هذه الفاليو دائما تطلع لي بوزيتيف فاليو. أوكي طيب مرة ثانية نغير الجس كل مرة عشان احنا نطلع الفاليو. أوكي Excel method which is اللي احنا راح نستخدمها ان احنا راح نحط function IRR طبعا راح نحط الكولوم حق ال cash flows all of them cash flows sorry all of them راح نحط ال values وراح نحسب اللي هو ال IRR راح نحط ال range اللي هو راح نحط أول value من ال cash flow
اوكي بعدها راح نحط اخر فاليو للكاش كاش فلو، راح نحط الريت او الجس اللي عندنا ان الريت ممكن يكون. اذا كانت الاي ار ار الفاليو للاي ار ار اكبر من المينيمم اتراكتيف ريت اوف ريتيرن، لان هذه مينيمم فاليو، سو وي شود اكسبت ذا بروجكت لانه راح يعطيني ريت اوف ريتيرن. سو ان البروجكت اللي وي انفست ان راح يرجع لي كل الانيشال كوست اللي انا دفعتها في البدايه. لما يكون equal so it make no different لأنه راح يعني رجع لي بس exactly the amount، ما راح يكون فيه أصلا return. إذا كان أقل من ال MARR so we should reject it لأن أصلا it means that the company will lose its money. طبعا عندي هنا مثلا example عندي the future value sorry the present value أو the investment قيمة the investment وعندي قيمة the payments كلها و at the end عندي salvage. So what we should do عندنا لما نحسب the present worth احنا محتاجين ان the present worth equal to zero. So we don't need to do all of that in Excel. راح نحط the cash flows. So راح نحط قيمة ال investments وراح نحط قيمة ال payments كلها وراح نحط ال salvage at the end. ممكن احنا نجمعها معايير 15 عشان تكون one row only. وبعدها راح نستخدم ال IRR equation وراح تطلع لي قيمة ال I. قيمة ال I أكبر so we accept the project، أصغر we reject it. If it's equal so that means it's make no different. Okay so that was the end of topic 7. Oh, I hope that will be helpful. Thank you so much.